انا اليوم جاي قدام المحكمه لهنا، فانت طلبهم باش ينصفوني على خاطر انا صاحب حق ثابت، وانه عمر تم القائه في البركه، تم ارغامه على السباحه وهو ما يعرفش يعوم. حكم فضيحة، خاصة أنه تونس كلها أصبحت تعرف ملف القضية. واللحظة هذه نتكلم المتهمين الرئيسيين في حالة صراح ويبشروا في العمل نتاعهم. دونك ما أكثرش من الفضيحة هذه، نعتبر أنه الملف تم قبره منذ سنوات، يعني بعد تغيير صبغة القضية من جنائية إلى جناحية، من تهمة القتل العمد إلى تهمة القتل على وجه الخطأ. نحن اللي طالب الحملة مطالبة بها وهي توجيه تهمة القتل العمد إلى عون الأمن المتورط بشكل مباشر في قتل عمر، صاحب الجملة الشهيرة التي تحولت إلى اسم الحملة تعلم عوم. العون اللي قال عمر تعلم عوم هو المتهم المباشر في القضية بالقتل العمد. القضاء فهمتي من الأول تحقيق عدا القتل غير العمد وعدم إيجاد غريق، يمشي يوصل للقاضي فهمتي، يعني قتل على وجه الخطأ، وضيح هذه في العدالة التونسية. انتظروا تعيين جلسة الاستئناف، ويوم تاريخ جلسة الاستئناف في المحكمة الاستئناف بتونس في شارع 9 أبريل سيكون إن شاء الله تحرك وطني كبير جدا، مش تكون حاضرة فيها الحملة بكل نشطينها ونشطائها والناس المتعاطفة معها، وستتم توجيه الدعوة لكافة التشكيلات المدنية والحقوقية باعتبار أنه هذا الملف لم يعد ملف عمر العبيدي، هي معركة مجتمعية متعلقة بتكريس ثقافة الفتنة عقاب بتونس.